مرحبا. فنان تشكيلي محمد طايرت، رئيس جمعية بلادي آرت ومدير مؤسس مهرجان حديقة الفنانين بخريبدة. احنا الآن في الدورة الثالثة للمهرجان. الدورة الأولى كانت 2015، والهدف من هذا المهرجان هو جعل خريبدة أنها تكون قبلة لكبار الفنانين التشكيليين، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. كل دورة كنحاول أنا نجيب نخبة من مدارس مختلفة، نخبة من الفنانين من مختلف الجهات المغربية، على اعتبار أننا نساهم بطريقة أخرى في تربية الثقافة التشكيلية عند المتلقي اللي هو الجمهور. وبالتالي حتى الناس كتستانس على كتميز ما بين المدارس، ما بين الأساليب، تعرف فنانين من مختلف المدن الوطنية، ونتكلم على الفنانين الأجانب في دورات سابقة. سبق لي أن الهدف اللي عندنا في الجمعية هو أن خلال رمضان المنصري كان نتكلم معي واحد التلميذ قال في هنا الحديقة كنت مقبل، قال لي كنتذكر هذه الحيط، هذه الجدارية السنة اللي فاتت كان فيها سينا يتعدي واحد الخطاط جميل. إذا هنا حتى الناس هنا بدات كتميز كتعرف الفنانين، كتعرف تتميز ما هو واقعي ما هو تجريبي. وهذا هو هدف الجمعية. ونحن الآن أمام جدارية للفنان العالمي والفنان الراقي ساعي البيشة، هذا من مدرسة الفنون الجميلة لتطوان، وغني على التعريف. إذا كان ممكن يشرح لنا الجدارية، قرب له الميكرو، يمكن لك تقدم وفي نفس الوقت قرب له الميكرو. سعيد هبيشة، هذا شرف للمدينة تخريبدة أن تكون من الفنانين المساهمين في الدورة الثالثة لإغناء هذه الدورة. نتمنى يعطينا فكرة على الجدارية. قبل ما نعطيك فكرة على الجدارية، نشكر الأخ طايرت على هذا المجهود اللي كيقوم به في خريبدة، وهذه الدورة الثالثة وتستعين مجموعة من الفنانين اللي كيشاركوا معاه. كاين تجارب مختلفة. أنا بالنسبة لي اللي كنعمل الاسم الكريم، واش من مدينة جيتو أخويا؟ سعيد هبيشة، فنان تشكيلي من مدينة تطوان. مرحبا. وأنا كنتمي لمدرسة تشخيصية، كنعمل في دراسة، ولكن حاليا جيت خريبدة. هذه واحد المفاجأة خصني نغير، بما ان جبرنا جداريات باش الوقت محدود، يعني ما كاينش واحد المده ديال كاين 3 ايام. اذا فكرنا شنو هو لو تيم ديال هذه الجداريه، فكرنا باش نعملوا هذا النوع ديال الجداريه. هذه ماشي تشخيصيه، بل راه كما قلت لوحه تجريبيه كتحاول ما امكن كيفاش توقف قدام البانو، هي الموقع اللي انت فيه هو اللي كيخليك تعمل هذه المسائل هذه على حساب هذه البارت اللي كاين هنا. نعم نعم، هذه لوحه تجريديه ماشي تشخيصيه. لوحه تجريديه كيفاش يمكن تعطي لواحد تزيين لهذ الفضاء اللي كاين هنايا، وكيفاش يمكن تخلق واحد التعاكس بين هاد الاشجار اللي كاين هنا والربيع اللي كاين هنا والحديقه اللي كاين هنا. تكون واحد اللمسه تشكيليه اللي هي مغيره على باش يكون واحد الكونتراست. شكرا شكرا. فاطمة الرازي، مرحبا. هذه فاطمة الرادي، الرادي زوجة ديال سي سعيد هبيشة. مرحبا. فنانة تشكيلية مرموقة، وحصلنا الشرف أنها تكون معنا وتكلمنا تاهي على أنا بغيتك تقدمي لي هاد الصبايغ اللي تخدموا بهم إذا كان ممكن. طبعا عندنا الألوان الأولية وكنحاولوا نمزجوها باش نخرجوا جميع. واش هذه صباغه عاديه؟ صباغه عاديه وعندنا فقط الالوان الاساسيه، وحنا كنحاولوا نمزجوهم باش نحصلوا على عده الوان باش نعملوا واحد تناغميه في هذه الجداريات والتناسق ديال الالوان. وهنا جات حديقه امام الطريق، الى لاحظتوا الجداريه راه اثروا عليها الطرقات
والالوان المحيطه بنا وكل شيء. نعم نعم. يعني كاين واحد التجسيد واخا هو ماشي تشخيصي تشكيلي تجريدي الا انه راه داخل. انا غادي نخرجك شي شويه، بغيتك انا تربطي ليا انت كامراه في علاقتك بالرسم، كيفاش تديري هاد الانسجام ما بين الدور ديالك كامراه وكرسامه باختصار واحد 30 ثانيه؟ منذ طفولتي وانا رسامه كنحس براسي. إيه؟ قريت الفن التشكيلي واستاذه ديال التربيه التشكيليه. نعم نعم. وزوجة فنان كبير سعيد الهديشه. نعم مرحبا مرحبا. اذا شكرا شكرا شكرا. دونك السلام عليكم. انا بغيتكم تعطيوني الاثر دابا، فانتم تتحضروا لهاد الورشات، تتحضروا لهاد الحديقه. قدموا تفضل. وحنا الان مجموعه ديال ديزاسيتون، هادو فنانين من مدينتي، هادو دائما كيطلعوا، هادو من خريبكا. من خريبكا. اه. فنانين شباب. اييه. مساعدين ديزاسيتون دارتيست. اه. وكيتطوعوا حب منهم كيجيو، انه كل ارتيست كنلقاو معادي اولا في داخله في اطار التنظيم. وهذا من الميزات اللي عطاو اللي عطات الحديقه لهذا المهرجان حديقه الفنانين، ان الروعه ديال التنظيم، كل فنان عنده اسيستون مساعد ولا مساعدين كيقدموا له هذه المساعده وكيرسموا مع. نشوفوا واش مستافدوا. نعم اعطينا شي واحد يعطينا ارتسامات. نعم قرب ليه الميكرو. دونك اعطينا ارتسامات ديالك على هاد، شنو استفدتي؟ شنو باش تحس دابا لو سونتيمون ديالك؟ شنو استفدتي كمعرفه؟ استفدنا بزاف ديال الحوايج الحمد لله. اسم كريم؟ سفيان وزين. وزين؟ سفيان وزين. تدير هاد تدير الدراسة في هاد المجال ديال الفن التشكيلي؟ لا غير متطوع؟ كيجي يتطوع ماشي يتطوع، لأن اليوم حديقة الفنانين كل شيء ممكن يولي معنا. نعم نعم نعم. كيساهم يرسم يقدم لفي أنه غير يتوسخوا مع. قرب لك الميكرو. فهمتي عايشين واحد ديك الحماقة ديال الفنان، لأن يعني عادة الفنان كيكون في المرسم ديالو، عادة كيكون هنا الفنان في متناول الجميع. نعم. خليتهم راحتهم ما كاينش قوة، يتقرب لهذا يخدم لهذا يصير فيه يضرب مساحات يطلع فوق سلوم يرسم. باش نشوفوا الآثار. نعم. نشوفوا الآثار. نعم. ديال الشباب. تفضلي تفضلي أنيسة، قدمي راسك كلمة. اسم ديالك كذا. أميمة بن مؤمن. نعم. جينا الصباح ايه ايه. كنا كنرسمو مع الرسامين. اه وي. وجمعنا الزبيب. اه مزيان طوعتو. اه يا درت سامتو في النظافة. الحديقة. اه وي. السلام عليكم، سميتي ياسر الجوهري. اها. حنا أولا قبل ما نطوعوا لهذا الشيء ديال الرسم وديال الفن، حتى حنا راه جروب كما كتشوفونا مجموعين، جروب ديال البيركيسيون، جروب ديال الطبولة، يعني كنبقاو مجموعين. ملي سمعنا كاين هذا الشيء جينا مجموعين كاملين. جروب ديال اش؟ الطبوله باشوكا. اه موسيقيين. داكو. اه جينا مجموعين وكل واحد الدراري اللي قلت عليهم البارح قالت مزيان شنو نستافدون تحت من توسخوا بالصباغه. برافو. تلقى عندهم اثار ديال الصباغه. التجربه غتكون زوينه ان شاء الله. نعم. وشنو تنتظروا منها؟ تنتظروا شي حاجه؟ حتى حنا بغينا تغرس فينا هذه البره ديال الصباغه. اه اه لان هذيك شهوه الفن. اه اللي كينقص الجميع هو داك كنقولوا لو كو دو لاغ اي لامور دو. والتطوع كاين التطوع. طعم خص تكون عندك داك الطعم الفن وحب الجمال. الله جميل ويحب الجمال. نعم. ما بالك الانسان. نعم. حتى هادو الشباب مثلا جاو طوعوا عفويه. نعم. كاين اللي ما بقاش، كاين اللي كيساعد يساعد فنان يقدم له مساعدات. كاين اللي تطوعوا انهم ينظفوا، لان الفضاء ديالهم ينظفوا الحديقه من الادبال، وكانت ايام الشتاء وحاولوا هذا. هذا هو اللي جميل. دونك برافو برافو. فنان جاب من اكادير. نعم. وحسن لنا الشرف انه يكون معنا، وكنشكر كاع الاخوان ديال الجالو اللي جاو والعناء ديال الطريق ووصلوا جوج ديال المحطه ديال الليل وهذا وكل. دونك ندوزوا له الميساج. تتحضروا معنا هنا من اكادير. بغيناك تعطينا فكره على هذا الحضور وشنو هو الانتظارات ديالكم منه. وبات لي اللوحه الاخضر وحنا في الطبيعه، يعني واش كاين كاين شي لو تيم؟ شنو الرساله ديالو؟ العمل اللي بديت في هذا الحاليا لانه غير بدايه ديال العمل، مازال في طور الانجاز، عنده علاقه بالتم ديال لا ناتور اكزاكتومون الطبيعه،
هو سو فورم دان بيزاج ابستايل، يعني طبيعه جليليه. بالنسبه للمشاركه ديالكم في هذا المهرجان، بالنسبه للمشاركه شنو الانتظارات ديالكم؟ علاش حضرتوا؟ كيفاش تمات الفكرة وكيفاش تبنات، هي فكرة أساسية اللي بدات يعني بهذا الشكل هذا. وعلى ما يبدو أنا في نظري بأنه غادي تطور يمكن تطور، لأنه واضحة من خلال الاستمرارية أولا، من خلال التنوع ديال الفنانين المشاركين، فكنأملوا بأنها تطور وتنفتح أكثر وتكون قبلة يعني ديال الفن. شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.